أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، الكاتب والباحث بالأعشاب من مؤلفات كتابي جنة الأعشاب، كتابي علاج العليل بالطب البديل، كتابي أنت والأعشاب من خلاصة تذكرة داود، كتاب الحواج، كتاب الإدمان والمخدرات، كتاب الزيوت الطبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى يكون في كل معلومة قدمتها للناس الخير والفائدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والعافية. مؤلفاتي شرحت الكثير عن فوائد الأعشاب وأضرارها، لكن اليوم والله الخولنجان، أخو الزنجبيل، أجدادنا ما كانوا يستغنوا عن الخولنجان في بيوتهم، رجالهم ونسائهم، وهذه النبتة مشهورة عند كل العطارين جذر، لونه غامق بيشبه الزنجبيل، له خصائص وفوائد كانوا يستفيدوا منها أجدادنا وكانوا ينصحوا فيها للتخلص من الكثير من مشاكل السرطان، مثل سرطان الدم والمعدة والجلد وسرطان القولون والبنكرياس والكبد وسرطان الثدي، كانوا يستخدموها. لكن ما في دراسات بتثبت أجدادنا زمان شو كانوا يستفيدوا. خصائصها معجزة، خصائصها قوية للرجال، اللي بيأخذ الحب وطول الليل قلقان دقات قلبه بتزيد يعرفوا إيش الحبوب، الرجال المقوية. لكن هذه النبتة هي إكسير للرجال، خصوصا مع لبن الماعز أو اللبن البلدي، آسف، الحليب البلدي. فوائدها ما شاء الله أفضل من المواد المصنعة اللي تشتروها من الصيدليات. إذا الخولنجان فوائدها للرجال فوائد جدا عظيمة. أيضا من خصائصها إنها بتقينا أو بتقلل من الإصابة بالالتهابات أو خطر الالتهابات في أبداننا. ليش؟ وأيضا مفيدة جدا، فيها خصائص جدا مفيدة للتخلص من الفطريات والبكتيريا، فطريات وبكتيريا، كل شيء بنزل لمعدتنا نضيف احنا بخير وسلامة، فطريات وبكتيريا هذه مصايبنا. وأيضا تحتوي على مضادات للأكسدة، بتحمينا من الكثير من المشاكل، وبتحمينا من الزهايمر، منشطة ومعرقة بتدفي البدن. يعني اللي يشرب الخولنجان منقوحة يحس إنه فورة سخونة طبت في بدنه. إذا مفيدة للدم، مسخنة للدم، مسخنة لأعضاء البدن الخولنجان. يا ريت الشباب يطلعوا لنا صورتها يشوفوها الناس. ايضا من خصائصها انها مفيده جدا لمشاكل الاكتئاب، منشطه. شوفوا اجدادكم، شوفوا ايش كتبوا، شوفوا ارجعوا للكتب القديمه قبل العلم وقبل المستشفيات وقبل المختبرات، وبتناقلوها العطارين من عطار لعطار، من الاب للجد للجد للجد، لازم تجد عند الخولنجان. ومدفئة في فصل الشتاء، واللي عندهم تثليج الأصابع، أصابع القدمين، فوائدها فوائد جدا عظيمة ومفيدة جدا للي عندهم تهيج بالجهاز الهضمي والأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي، الخولنجان. يا سلام، نشوف صورتها. فبالتالي خلونا صورتها، خلوهم يشوفوها الناس. داود الأنطاكي، وبتعرفوا أنا إلي كتاب أخذته من داود الأنطاكي، وذكرت وصفات داود الأنطاكي
إنه ممكن نشربها مع حليب الظان لاستعادة القوة والشباب. يا سلام. أيضا فوائدها جدا عظيمة للي شهيتهم مقطوعة للطعام، فاتحة للشهية، وبتعالج مشاكل عرق النساء شرب. وحتى لو أخذنا الخولنجان وطحناه وغليناه بزيت الزيتون ودلكنا أسفل الظهر والساق، بنحس بتحسن إن شاء الله من 7 أيام ل14 يوم، وبتخفف آلام الظهر. الظهر روحه، الظهر بالأردني. هذه الخولنجان اللي شفتوا صورتها، نشوف صورتها كمان مرة مخرجنا. واستخدموها بكثرة في الطب الصيني لتدفئة الجسم وعلاج القيء وقطع القيء وآلام البطن والفواق والإسهال. يا سلام، هذا كله بالخولنجان. والله كل عطار عنده خولنجان، وطحنوه بصير لونه قريب للبني. مع الحليب خذوا لكم ملعقة كل يوم، شوفوا كيف القوة بترجع لأبداننا. بنحمي أبداننا من الأمراض، بنمد جسمنا بطاقة طبيعية، نخلص من الغازات، حالات عسر الهضم. أيضا كانت أجدادنا جداتنا تستخدمها لمشاكل المسامات، تنظيف المسامات وتنظيف البشرة من الأوساخ منقوحة. وأيضا كانوا يوصفوها كعلاج لحب الشباب، شرب وأيضا تنظيف بمنقوحة. أجدادنا. الخولنجان مش مقوي جنسي فقط للرجال والنساء، أيضا كانوا يستفيدوا منها إنها بتعالج مشاكل التهابات فروة الرأس. الخولنجان، يا الله. نعم، أجدادنا هذه العشبة كانت موجودة في أكثر بيوت الناس في الشام. تعرفوا الشام، ألوف السنين، تركيا، المغرب، مصر، مشهورين فيها في مصر، حتى بالمقاهي قدمونا إياها مثل القرفة، حارة طعمها حراق لاذع.